على كل حال كان طموحنا الذهب يعني، وهذا اللي تستحق المملكة العربية السعودية، لكن الحمد لله على كل حال. حفلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية باحتجاجات على قرار تحكيمي في أولمبياد طوكيو حرم لاعبا سعوديا من الميدالية الذهبية ومنحها لمنافسه الإيراني. وبينما كان لاعب الكاراتيه السعودي طارق حامدي في طريقه لإهداء بلاده أول ميدالية ذهبية في تاريخها، احتسب الحكم ضده خطأ فنيا في النهائي عندما كانت المواجهة في متناوله. وكان حامدي 23 عاما يتجه لحصد الذهبية ومتقدما بنتيجة 4-1 قبل 10 ثوان من نهاية اللقاء، عندما ركل خصمه الإيراني سجاد كانجزادة وطرحه أرضا واستدعى الأمر تدخل الأطباء. هذا أولا. ثانيا، اللاعب قد أصيب بسبب هذه الضربة. وبعد تشاور الحكام فيما بينهم قرروا إقصاء حامدي ومنحت الذهبية للاعب الإيراني والفضية لحامدي. ولم يعجب قرار حكم النزال السعوديين الذين اعتبروا أنهم يستحقون الذهبية، ودعم آلاف السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي نجمهم غير المتوج ووصفوه بالبطل الحقيقي إن لم ينل الذهب، وذلك عطفا على المستوى الكبير الذي قدمه أمام أبطال العالم. بالنسبة لي أنا أخذ الذهبية، وبالنسبة برضو للسعوديين هو أخذ الذهبية، فإني رفع راسي ورفع راس أهله ورفع راس. وأعلن وزير الرياضة السعودي ورئيس لجنة الأولمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أن حامدي سيكرم في المملكة بجائزة الميدالية الذهبية لأنه البطل في عيوننا. من جهته اعتبر الصحافي الرياضي السعودي عيسى الجوكم أن الحكم هو من كان خصم حامدي في المباراة، مشيرا إلى حديث المعلق الذي شرح الحالة التحكيمية وقال إن قرار الاستبعاد ظالم. لاعب الكاراتيه السعودي عماد المالكي قال إنه تلقى الكثير من الأسئلة عن الحالة التحكيمية واعتبر أن اللاعب الإيراني تعمد عدم النهوض، وقال إن الذهب سلب منه. واعتبر كثير من المغردين السعوديين أن المباراة تم تسييسها بحكم أن الحكم تركي الجنسية. لا تعني شيء بالنسبة للمملكة العربية السعودية، لكن المفروض كنت تفهموا أن طالما الحكم تركي يبقى هيبيع ضمير. من جهته عبر اللاعب الإيراني كانجزادة في تصريحات صحفية بعد النزال عن سعادته بالذهبية، لكنه استدرك أنه حزين لأنه فاز بميداليته بهذه الطريقة. فوق بساط اللعبة وليستحق منا دين رائعة وكبيرة.